وبالربيع وبالخريف وكل ساعة وكل يوم بتكوروا عند القدوم يا حل القلب الهموم يلا محبتنا تدوم وطير السعادة بيحوم
حياتك. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. الحمد لله فالق الإصباح ومرسل الرياح والآمر بالخير والصلاح والداعي إلى الفوز والفلاح. الحمد لله الذي أحل لنا النكاح وحرم علينا السفاح. أسأل الله العلي القدير أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها أفراح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. وامتثالا لمعلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال: استوصوا بالنساء خيرا. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة الكرام، إخواننا آل الداوي، أخونا أبو ربيع الداوي، سيادة العميد أبو أنور، جاءت هذه الجهة الكريمة من آل الصالح وأنسبائهم وأقربائهم وأحبائهم، وعلى رأس هذه الجهة ابن العم الغالي أبو علاء، جاءت إلى ديوانكم العامر، جاءت إلى مخيم الفارعة، مخيم الصمود والتحدي، مخيم الأبطال والشهداء، لإشهار زواج ابننا الغالي محمد يوسف الصالحي على كريمتكم الأديبة الخلوقة الكريمة بنت الكرام والأصيلة بنت الأصول عبير الداوي على سنة الله ورسوله. ونقول للجميع ألف مبارك، وللعروسين بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير. والفاتحة على نية التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. وسيد عمك يا محمد، وسيد عمك حط عينك على السريع فوق. يلا يلا يلا، عرفنا.